السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع ميز ابرونتيساج اون فرونسي المستوى الرابع صفحة 59 لا باس 59 دونك مع ليكريتور كوبي دونك روباس سور لا لتر ان دونك هادو روباس يعني غتعاودو فوق منهم يعني الأمر واضح لا داعي باش نديرو هنا غو كوبي دونك نفس الشيء يعني النقل مثلا ان نديرو نفس العبارات اللي مديرين هما يعني حدنا حد السطر الأول هكذا قد تنتعلموا الخط نفس الشيء هذه حتى هي نعاودوا هنايا دونك لاحظتوا كندوا من هنايا كنطلعوا حتى السطر الفوقاني كنهبطوا كنطلعوا ثاني حتى السطر الثالث وندوروا نفس الشيء ندور يعني ان حتى السطر الثالث كنهبط كنطلع يعني ان دو ليف غادي ا من فوق السطر الاول دائما فوت هذه السطر الاول وهذه راه حدا السطر الثاني او حدا السطر الاول و ار حدا السطر الاول نفس الشيء هنايا الخط عاوتاني دائما يعني لي كريتير يعني هذا النقل فقط تري بيان ماتنو برودكسيون دو ليكري دونك عندنا هذا لو تيكست هذا ركوبي لي فراز دون لوردر بور فورمي لو ريسي دو فواياج دو مامون دونك نقلوا هاد لي فراز هادو في الترتيب يعني باش نشكلوا واحد النص ديال السفر ديال مامون دونك هنا باش كنعرفوا الترتيب الامر سهل جدا عندنا دابور و بوي و اونفان دونك شكون هي اللي كتكون الاولى دائما هي دابور دونك دابور هي الاولى و بوي هي الثانيه و اونفان هي الاخرى ولكن قبل من هادو كنشوفوا لانتروديكسيون يعني المقدمه ليتي ديرني افيك بابا اي مامون نو زافون شوازي لا فيل دو نادور بور باسي لي فاكونس دونك الصيف اللي داز الاب والام الام ديالي اختارينا مدينه نادور باش ندوزوا العطله علاش غنبداو نقولوا دابور دونك هذه المقدمه ليتي ديرني avec papa et maman nous avons choisi la ville de Nador pour passer les vacances. Point. نختار رجل ستارت. إذا قلنا الأولى اللي كتكون هي دابور، دونك خاصني ندير دابور. نو Nous avons commencé par visiter la lagune et le mont. غوروغو من بعد كندير بوي بوي نو زافون اكسبلوري ان بو سيت واحد الموقع جميل توريستيك تاريخي سياحي اللي سميتو لا كاسبا دو سلوان علاش كندير اونفان
يعني نورمالمون خصنا نرجعو للستار لان يعني بوان، ولكن ما عندناش فين. حتى هنايا خصنا نديرو بي ماجيسكيل انفان ونكملو. نو سوم غوفوني، يعني رجعنا شي نو. ما خصنا نرجعو للسطا، نكتبو كال مافيوز فاكانس، يعني يا لها من عطلة عجيبة ورائعة. تخي بيان، دونك هكا تنكونو كملنا الصفحة 59 من ميزا برونتيساج اون فرونسي المستوى الرابع. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.